نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: بدء إجلاء مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم من شرق حلب، جلسة طارئة للجامعة العربية بشأن حلب وتظاهرات تضامنية مع سكان المدينة المنكوبة. لا يجوز بأي اعتبار بإلزام اللبنانيين بالعودة إلى انتخابات ستة أجيال إلى الخلف. خلال إطلاق المتابعة الإلكترونية لنشاط المجلس النيابي، بري يدعو إلى إقرار قانون عصري للانتخابات على أساس الدوائر الموسعة والنسبية. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: الهوبس يتلقى خسارته الرابعة أمام ميروبا، وانتخابات حامية لاتحاد كرة السلة اليوم. في مأساة حلب وبعد تعثر وإطلاق النظام وميليشياته النار على الخارجين من الأحياء الشرقية للمدينة المنكوبة، انطلقت من جديد عمليات إجلاء نحو 5000 من مقاتلي المعارضة السورية وأسرهم إلى الريف الجنوبي الغربي للمدينة تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ضمن عملية تعتبر اختبارا لنوايا النظام وميليشياته لتنفيذ وقف إطلاق النار والإجلاء من شرق حلب، وصلت أول دفعة من الجرحى الخارجين من حلب إلى الأتارب في الريف الغربي، في وقت أكد مسؤول التفاوض لدى فصائل المعارضة إن قتلى وجرحى سقطوا برصاص عناصر للنظام السوري وميليشياته أطلقوا النار على قافلة سيارات الإسعاف التي كانت تقل الدفعة الأولى من الجرحى لدى خروجها من الأحياء المحاصرة في شرق حلب. مسؤول التفاوض الفاروق أبو بكر أوضح أن الحادث وقع بعدما اقتربت طلائع قافلة الجرحى من منطقة عقدة الرموسة، حيث أطلق قناص النار من حاجز تابع للنظام على القافلة مما أدى إلى توقفها، وأشار إلى أن الأجواء باتت متوترة والقلق ساد بعد هذا الحادث. من جهة أخرى، أكدت مصادر في مدينة حلب أن الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي يرافقون الجرحى الذين يجلون من معبر الرموسة إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة لضمان عدم استهدافهم من النظام، في وقت استهدفت قوات النظام عناصر الدفاع المدني أثناء إجلاء الجرحى من أحياء حلب الشرقية، وقد أصيب عدد منهم. هذا وينتشر عناصر من حزب الله وحركة النجباء العراقية وعناصر من الحرس الثوري الإيراني وأخرى من ميليشيات أفغانية موالية في المنطقة التي تمر فيها القافلة، مما يزيد الأمر تعقيدا. وفي السياق، أكد نائب القائد العام للجبهة الشامية التابعة لقوات المعارضة أنه تم الاتفاق على إجلاء 19,000 محاصر من أصل ما يقارب 100,000 من أحياء مدينة حلب الشرقية، وتم توزيعهم على أن يكون 6,000 مقاتل، 12,000 مدني و1,000 جريح. من جانب آخر، تستمر المرحلة الثانية من حملة غضب الفرات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية في يومها الرابع، مع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المزيد من القرى في ريف الغربي لمدينة الرقة. وانطلقت الحملة من محورين هما قرية كردشان ومحور القادرية، حيث تقدمت قوات غرفة العمليات غضب الفرات مسافة تقارب 20 كيلومتر من قرية القادرية، ومسافة تصل إلى 30 كيلومتر من محور قرية كردشان. وللمزيد ينضم إلينا من باريس عضو الهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا. سيد صبرا، أهلا بك معنا. ما هو موقف المعارضة من ردود الفعل سواء العربية والدولية تجاه المستجدات في حلب؟ هل برأيكم هي على المستوى المطلوب؟ عن أي مستوى يمكن الحديث؟ الحقيقة إن ما يجري في حلب يشكل فضيحة للوضع العربي، يشكل تعرية كاملة لجامعة الدول العربية، يشكل أيضا سقوط للنظام العالمي للأمم المتحدة. حلب لم تسقط، حلب وضعت يدها في عين العالم، دفع عنها أبنائها
كما لم يحدث في أساطير التاريخ، لكن ينكشف أمام العالم هذا الضمير الإنساني في هذا العصر الذي قالت السيدة ميركل إن حلب وما يجري فيها يشكل عار على الإنسانية. حقيقة ليس هناك ردود فعل تستحق الذكر، وكأننا في عالم ميت سريريا وفي عالم عربي حقيقة بالنسبة لنا نحن السوريين يخذلنا بطريقة غير معقولة ولا مقبولة. هل نسي العرب أن دمشق هي قلب العروبة ودمشق هي أهلها؟ طيب سيد سابرا، يعني الجامعة العربية اجتمعت على مستوى مندوبين وستجتمع الاثنين المقبل على مستوى وزراء خارجية، هل تتوقع أن يصدر موقف ما بحجم هذه الكارثة التي تعيشها حلب وأبناؤها؟ ليس لعاقل يا سيدتي أن يتوقع أي إنتاج من جامعة الدول العربية ليس بحجم هذه الكارثة، إنما أقل منها بكثير، رغم أننا في المعارضة السورية وفي الثورة السورية استجبنا لأول نداء لجامعة الدول العربية ولمشروع الدافي الشهير، لكن ذهبت جامعة الدول العربية في الغياب وهي تحاول أن تبرئ ذمتها. طيب ماذا عن المرحلة المقبلة سيد صبرا، كيف ترونها وأنتم كمعارضة، يعني ماذا ستفعلون لمواكبة المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه أصبح واضحا لدى العالم أجمع أن الثورة السورية لا تنظر إلى الوراء، ودليلنا على ذلك أن رغم هذه النكبة. طيب أنتم كمعارضة في الخارج ماذا ستفعلون؟ نعم اسمحي لي، لم يشاهد العالم علما أبيض بيد عجوز أو طفل سوري في مدينة حلب أو غيرها. الثورة مستمرة وهذا التحدي الكبير للعالم. نحن نطالب العالم بتنفيذ قراراته، القرارات الدولية التي شارك في صنعها. لم تكن المعارضة السورية موجودة في مجلس الأمن عندما تصدر القرار 2254، ولم تكن المعارضة السورية ولا الثورة السورية موجودة في اجتماع جنيف التي أنتجت بيان جنيف واحد وهو القاعدة التي بنيت عليها العملية السياسية. نحن نطالب بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، في امتلاك السلاح اللازم الذي يرفع صواريخ الموت وبراميل بشار الأسد والحقد الطائفي الإيراني والميليشياتي الذي ينصب على الشعب السوري، كذلك أيضا فتح العملية السياسية من بابها الذي أقرته الشرعية الدولية. نعم، هذه هي يعني المطالب القديمة الجديدة، نتمنى أن تلقى أذانا صاغية. يعني للأسف كما قال مبعوث الأمم لسوريا يان إنجلند، بناء حلب استغرق 4000 سنة ودمرت ب4 سنوات. على كل نأمل أن تنتهي هذه المأساة. وشكرا لك سيد جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات. إذا جامعة الدول العربية أعلنت عقد جلسة طارئة على مستوى وزراء الخارجية مساء الاثنين المقبل في مقر الجامعة بالقاهرة للبحث في مأساة المدنيين في حلب، في وقت استمرت التظاهرات في العواصم العربية والغربية المنددة بمحنة حلب ومدنيها. على مستوى المندوبين الدائمين، التأم بشكل طارئ مجلس جامعة الدول العربية بطلب من الكويت وقطر للبحث في الأزمة الإنسانية في حلب. وكشف مندوب تونس لدى الجامعة عن جلسة على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء يعقد مساء الاثنين المقبل، ووصف مندوب السعودية في الجامعة ما تشهده حلب بمذبحة تحصل أمام العالم. كذلك حضرت الأزمة السورية ومأساة حلب على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. من جانبه طلب وزير الخارجية الفرنسية جون مارك إيرولت بضرورة تحقيق مستقل في سوريا باعتباره أمرا بالغ الأهمية لجمع الأدلة وتحديد المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبت وترتكب خلال الحرب. هذا في وقت أكد المستشار الخاص للموفد الأممي لسوريا يان إنجلند في مؤتمر صحفي بجنيف أن الأمم المتحدة لم تشارك في صياغة الاتفاق الروسي التركي لإجلاء المعارضة والمدنيين من الأحياء الشرقية لحلب، كما عبر عن أسفه لما لحق بالمدينة قائلا إن بناء حلب استغرق 4000 سنة لتدمر في 4 سنوات. كما قدر إنجلند عدد الذين قد يخرجون من حلب بقرابة 50,000، غالبيتهم سيتوجهون لإدلب وبعضهم يفضل الذهاب لتركيا. وعلى الضفة الأخرى أعلن وزير الخارجية التركية مولود جويش
تشاوش أوغلو عن لقاء بين تركيا وروسيا وإيران يعقد في موسكو في 27 من الجاري للبحث في سبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كامل سوريا وفتح مفاوضات حول حل سياسي. إنسانيا، هتافات وشعارات ويافطات تضامنا مع حلب الجريحة رفعها متظاهرون حاملين الشموع قرب مركز بومبيدو وسط العاصمة الفرنسية باريس، ثم أطفئت الأنوار في برج إيفل حتى الصباح. وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تظاهر الآلاف ليلا احتجاجا على استمرار القصف على شرق حلب وتضامنا مع المدنيين المحاصرين هناك، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها أنقذوا حلب وأوقفوا المجزرة. وكان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن غرد على موقعه أن مأساة فظيعة ومروعة تجري في حلب، الأطفال يتعرضون للإعدام والمستشفيات تقصف، انتهاك لكل أخلاق إنسانية. الأمر نفسه في اسطنبول، حيث تجمع أكثر من 1000 متظاهر أمام القنصلية الإيرانية للتنديد بما تقوم به طهران وموسكو في حلب خصوصا وسوريا عموما، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإيران منها إيران أيتها القاتلة أخرجي من سوريا. حزب الله في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية مسلحين هما بلال علي قاسم سنديان من بلدة علي النهري وحسن حسين فقي من بلدة عين قانا الجنوبية. إلى العراق، حيث خاضت القوات العراقية اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي شرق الموصل في محاولة للوصول إلى وسط حي السكر المشرف على نهر الخوصر، ودمرت القوات العراقية سيارتين مفخختين حاول داعش تفجيرهما بالقوات العراقية. قطعا لطريق القوات العراقية على المناطق المحاذية لنهر دجلة شرق الموصل، عمد تنظيم داعش الإرهابي إلى بناء خط صد جديد وكبير عند السور الأثري لمدينة نينوى التاريخية، مما تسبب باندلاع قتال ما لبث أن تراجعت حدته بسبب الأمطار الغزيرة، وهو الأمر الذي سهل توغل عدد من عناصر داعش في الأحياء المحررة وشن هجمات معاكسة استهدفت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والمدنيين على حد سواء. وكان التنظيم تسلل إلى أحياء النور والإعلام والتأمين في الموصل مستغلا الظروف الجوية الغائمة التي أدت إلى تخفيف الضربات الجوية على أهداف التنظيم داخل المدينة. إلى ذلك، ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن تنظيم الدولة هاجم القوات العراقية التي تقف على مشارف حي السكر شمال شرقي الموصل، وأضافت المصادر أن التنظيم دفع بثلاث سيارات مفخخة كانت تستهدف القطاعات الأمامية للقوات العراقية التي تمكنت بإسناد من طائرات التحالف من إحباط هذا الهجوم. مصادر عراقية أكدت أن تنظيم داعش دعا أنصاره إلى قتل الرجال وسبي النساء في الأحياء المحررة، ما دفع بالسكان إلى النزوح لمناطق أكثر أمنا مثل حي كوكجلي. في المقابل، دعا الفريق عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم النزوح، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة. على صعيد متصل، ذكرت مصادر أمنية في مدينة الموصل أن قوات عراقية شنت حملة تفتيش واسعة في منطقة كوكجلي بحثا عن عشرات من مقاتلي التنظيم الذين تمكنوا من الوصول إلى المنطقة، ويخشى تنفيذهم عمليات تستهدف الخطوط الخلفية للقوات العراقية. وفي المحليات بعد الفاصل، المالية العامة تحت ضغط العجز وتراجع الإيرادات. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية ميشيل عون تابع قضايا سياسية ومالية ودبلوماسية مع زواره، ورئيس الصندوق الكويتي أكد استعداد الصندوق لتغطية المتطلبات المستقبلية لعدد من المشاريع التنموية في لبنان. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى على رأس وفد من رجال أعمال لبنانيين، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد وسبل الاستثمار. الرئيس عون التقى كذلك رئيس الصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر بحضور نائب رئيس الصندوق عبد الله الصقر ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وأعلن البدر استعداد الصندوق لتغطية المتطلبات المستقبلية لعدد من المشاريع التنموية في لبنان. سبب زيارتي وهي بالدرجة الأولى لتوقيع اتفاقية بقيمة ما يعادل 60 مليون دولار لمنطقة الصرفهند
أيضا توقيع المنحة بقيمة 25 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وأيضا مبلغ مليون دولار لمركز السرطان لاستفادة الأطفال من اللاجئين السوريين فيه. الوضع المالي في لبنان والعالم العربي عرض له رئيس الجمهورية أيضا مع رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، يرافقه رئيس جمعية المصارف جوزيف طربي، وجرى عرض لأهمية المؤتمرات المالية التي تحصل في بيروت التي تعتبر جسر التواصل المالي بين لبنان والدول العربية، إضافة إلى دور المصارف اللبنانية ضمن الاتحاد. وشدد طربي على الدعم المتبادل بين لبنان والدول العربية، لافتا إلى أن الرئيس عون نوه بأعمال الاتحاد وأن لبنان والعهد الجديد بحاجة إلى كل دعم عربي، وأنه لا يمكن إنهاء الوضع الحالي إلا بالتوافق. الرئيس عون التقى كذلك الوزير السابق وئام وهاب وعرض معه الأوضاع العامة، ومن زوار بعبدة المحامي عادل كرم على رأس وفد. رئيس مجلس النواب نبي بري يطلق برنامج المتابعة الإلكترونية لنشاط المجلس النيابي من خلال التطبيقات على الخلوي، ويدعو لإقرار قانون عصري للانتخابات على أساس الدوائر الموسعة والنسبية. نقدم لكم تطبيق جوال خاص بمجلس النواب اللبناني. مواكبة لعصر التكنولوجيا الرقمية، أقر العمل في البرلمان اللبناني على تطبيق خاص بالهواتف الذكية يوازي بميزاته متطلبات العصر. فقد أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري من عين التيني برنامج المتابعة الإلكتروني لنشاط المجلس من خلال التطبيقات على الخلوي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية. بري أشار إلى أن المجلس النيابي يكاد يقترب من الوصول إلى مجلس من دون داعيا لإعطاء زخم للعهد بالانحياز إلى قانون عصري يضع لبنان في عتبة المستقبل ولا يعيده للوراء. الآن وعلى مشارف اليوبيل الفضي للمجلس يدق بابنا بإلحاح ضرورة إنجاز وطني يستحقه لبنان واللبنانيون، وهو إقرار قانون عصري للانتخابات على أساس الدوائر الموسعة والنسبية، إذ لا يجوز بأي اعتبار بإلزام اللبنانيين بالعودة إلى انتخابات ستة أجيال إلى الخلف. رئيس اللجنة المشرفة على المشروع النائب ياسين جابر لفت إلى أن المجلس النيابي يخطو خطواته الأولى والسريعة ليكون برلمانا إلكترونيا. يسمح هذا التطبيق بدخول المواطنين بواسطة هواتفهم الذكية كزوار إلى موقع المجلس الإلكتروني والاطلاع على ما ينشر فيه من معلومات وأخبار ومن قوانين صادرة وغيرها من معلومات، وبلا شك أن كل ذلك يزيد من شفافية العمل في المجلس النيابي اللبناني. وأنا متأكدة من أن برنامج المتابعة الإلكتروني أو حتى التصويب الإلكتروني أو التصويت الإلكتروني من شأنهما أن يشكل حلا للأزلات الطفيفة التي رأيناها في عملية التصويت في يوم الانتخاب. وتخلل الحفل كلمات عدة تضمنت شرحا لأهمية برنامج المتابعة الإلكترونية للمجلس النيابي، وعرض شريط مصور يلخص ميزات الإصدار الأول للتطبيق الرسمي. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي أن ما طرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة هو المسار الإلزامي لبناء الدولة. تتابع الكتلة باهتمام مسار تأليف الحكومة والمساعي الإيجابية لتذليل العقبات وتجاوز ما تبقى من عقد بغية تسهيل مهمة الرئيس المكلف والإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع بتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي يؤمل فيها النجاح لوضع لبنان على الجادة الصحيحة لقيام الدولة القوية القادرة والعادلة. استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في دارته في المصيطبة وفدا من تجمع اللجان والروابط الشعبية برئاسة المنسق العام للتجمع معن بشور، وحضور الوزير السابق بشارة مرهج الذي أشاد بمواقف سلام وجهوده للحفاظ على الوحدة الوطنية وصون المؤسسات الدستورية والترفع عن أجواء الانقسام التي سادت المرحلة الماضية.
الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة تداولها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، الذي تمنى بعد اللقاء أن يتم تشكيل الحكومة قريبا. ومن زوار دار الفتوى نقيب المحررين ليسعون على رأس وفد من النقابة، دريان أكد أمام الوفد أنه لا يسمح بعرقلة مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي ضحى ولا يزال يضحي من أجل وطنه. إن مفتي الجمهورية لن يسمح بعرقلة مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي ضحى ولا زال لوطنه الكثير، وهو يتمتع بالصبر والحكمة والقدرة على تذليل العقبات وفك العقد المستعصية لتشكيل الحكومة التي ينبغي أن تصدر اليوم قبل الغد. فإن كانت 24 أو 30 وزيرا، المهم هو أن يكون الوزراء على وئام وتوافق تام. فالتضامن الوزاري مهم لإنجاز الكثير الذي ينتظر الحكومة. أكد مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد المتقاعد وهبي قطيشة أن هناك ما يريد أن يكون دائما للقوات اللبنانية أخصام، لا سيما على الساحة المسيحية، لافتا في مقابلة مع برنامج كلام بيروت إلى أن يد القوات ممدودة للجميع على أسس سيادة لبنان وقيام الدولة والمؤسسات. الرئيس بري بعد ما انتخب العماد عون رئيس جمهورية دغري قال هلأ بلش الجهاد الأكبر، هلأ الجهاد الأكبر بده ترويكا، بده يمكن ثقافة الهيمنة السورية تضل بلبنان، بده شيء ثالث، بده مؤتمر تأسيسي، مو بعرف كلمة بس بتختصر لك كثير من الأزمات الموجودة بلبنان. وأكبر دليل لحد اليوم بعد شهر ونص ما قدرنا نعمل حكومة. لذلك قال ما بعرف شو بده الرئيس بري، ما حدا عارف شو بده. قوسوا علينا ليش صالحنا نحن والعماد عون، رجعوا قوسوا كيف اتفقنا نحن والرئيس الحريري لننتخب العماد عون. هلا بيقوسوا علينا، مره حاطين فيتو على المرادي، مره حاطين فيتو على الكتيب، مره حاطين فيتو. يا خي طيب ليش نحن اول شيء عندنا ورقه الفيتو؟ لو عندنا ورقه الفيتو كنا شكلنا الحكومه من زمان. لا احراجكم يعني فاخراجكم، لا بدهم القوات اللبنانيه يضل الى اخصام خاصه على الساحه المسيحيه. قضائيا ادعى مفوض الحكومه لدى المحكمه العسكريه القاضي صقر صقر في ملف الانترنت غير الشرعي على 12 شخصا بينهم عنصران في الجمارك والاخرون هم معقبو معاملات واصحاب شركات، وادعى على العنصرين بقبول رشوه مخالفه الواجبات الوطنيه والاهمال بالقيام بواجبهما وتسهيل دخول معدات غير شرعيه الى البلاد، وادعى على الاخرين برشوه التهرب من دفع الرسوم الجمركية، وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة. أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم قرارين اتهاميين، اتهم في القرار الأول السوريين نضال الياسين وهو موقوف وماهر علي وهو فار من وجه العدالة بجرم تمويل تنظيم داعش، واتهم في القرار الثاني الأشقاء السوريين أحمد وهو موقوف وحمد وعلي الحمامة فارين من وجه العدالة بجرم الانتماء إلى تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال إرهابية في عرسال والمشاركة في الهجوم على الجيش في أب من العام 2014 وقتل ومحاولة قتل عسكريين. وقد أحال المتهمين مع الملفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. قضائيا أيضا استجوب قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الشيخ أحمد الأسير بجرم محاولة قتل هلال حمود في صيدا عام 2012، وأرجع الجلسة إلى العاشر من كانون الثاني المقبل، واستدعى المدعى عليه هلال حمود. إلى ذلك سلم الشيخ عثمان حنيني أحد مناصري الأسير والمطلوب على خلفية مشاركته بأحداث عبرة، سلم نفسه لفرع مخابرات الجيش في الجنوب. تجر الإشارة إلى أن حنيني كان فر إلى مخيم عين الحلوي بعد أشهر عدة على أحداث عبرة. كذلك سلم الفلسطيني علي منيف اليوسف وهو من سكان مخيم برج الشمالي في صور نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب لإنهاء ملفه الأمني. في طرابلس ضبطت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مخزن أسلحة يحتوي على بنادق رشاشة وذخائر متنوعة إضافة إلى ألبسة عسكرية، وقد تم توقيف صاحب المخزن.
مجلس الإنماء والإعمار يوقع اتفاقيتي قرض ومنحة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. في إطار دعمها الدولة اللبنانية سواء من ناحية البنى التحتية أو في تحمل عبء اللاجئين السوريين، وقع مجلس الإنماء والإعمار اتفاقيتي قرض ومنحة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. اتفاقية هبة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم المجتمعات المضيفة للأخوة السوريين، والثانية هي اتفاقية قرض بقيمة حوالي 60 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمويل مشروع منظومة الصرف الصحي في المنطقة الواقعة بين صيدا وصور وغير المشمولة بمنظومات صيدا وصور والنبطية. سوف تتاح لي قدم أيضا بتوقيع منحة إضافية من ضمن التزام المتوفر أو ما توفر من ضمن سوريا 2 أو ما هي كان يسمى أو ما يسمى سوريا 2. هناك مبلغ 100 مليون إضافي لهذه المنحة السورية اللبنانية اللي مقدمة للبنان للاستفادة المستضعفين السوريين في لبنان. وأكد الجانبان اللبناني والكويتي أن التعاون سيستمر في المستقبل مترجما بمزيد من الاتفاقيات والمنح للدولة اللبنانية. كيف هو وضع المالية العامة في لبنان وكيف سيتمكن لبنان من تغطية كلفة الزيادة على الرواتب والأجور في حال إقرارها؟ تقرير باسل الخطيب. بين العجز المالي وخدمة الدين تعاني المالية العامة، ووسط وضع اقتصادي غير مشجع بفضل الأزمات التي تحيط بلبنان والوضع السياسي الداخلي ونمو اقتصادي أقل من 1% مقارنة ب5% في الأيام العادية، كل ذلك أثر على المالية العامة وعلى الإيرادات خصوصا التي لم تعد تتمكن من التحسن منذ بدء الأزمة السورية وبعدها أزمة الحدود البرية. نحن مرينا بفترة لا الآن الإيرادات ما عم تتحسن، يعني والنفقات بتزيد، بس في أمور صارت، يعني إذا أخذنا الإيرادات ناقص النفقات بدون الفوائد بيطلع لنا فائض من سنة 2014. فإذا بنسميه فائض بالاقتصاد فائض أولي بدل ما يكون فائض كله راح أتكلم عليه، فالفائض الأولي مؤشر مفيد جدا اللي هو بيمنع نمو الدين، بيقلل من نمو الدين مقارنة بالوضع المغاير له. وحسب مستشار البنك الدولي في وزارة المالية اللبنانية دكتور منير راشد، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار النفط وتخفيض التحويلات لدى شركة كهرباء لبنان إلى النصف لتصل إلى 800 مليون دولار بدلا من ملياري دولار، وإضافة إلى زيادة التحويلات من الاتصالات، فهذا ما حسن الوضع المالي وهو مؤشر إيجابي. وإنما إذا نظرنا إلى العجز الكلي، إيرادات ناقص نفقات بما فيها خدمة الدين اللي بتبلغ تقريبا أكثر من 4 مليارات دولار 4.5 مليار دولار سنويا، بكون عندنا عجز تقريبا بحدود 6000 مليار، يعني 4 مليارات دولار سنويا. فهذا العجز اللي هو نسبته تقريبا 8% من الناتج المحلي الإجمالي بيزيد على الدين، يعني الدين عندنا سنويا بيزيد بالعجز. العام 2016 شرف على الانتهاء وهناك تحديات مالية تنتظر لبنان في العام 2017. التحدي الكبير هو إقرار زيادة الأجور الرواتب اللي هي مبلغ بفوق يعني 1.2 ألف مليار ليرة، يعني تقريبا 800 مليون دولار. هالزيادة هذه ما فينا نستوعبها إلا ما ناخد إجراءات ضريبية بتغطي هالزيادة من النفقات. إذا أخذنا إجراءات ضريبية بيبقى العجز فينا نتمكن من حصر العجز بال2017 بحدود 4 مليارات دولار، يعني يبقى بحدود 8% من الناتج. وهكذا يمكن معالجة هذا الوضع ويبقى الدين بحدود 143% من الناتج المحلي الإجمالي. ماليا أيضا وقع وزير الاتصالات بطرس حرب مجموعة من القرارات قضت بالموافقة على دفع متأخرات مستحقة للبلديات من عائدات الرسم البلدي عن الضريبة على القيمة المضافة، وبلغت هذه المبالغ 11 مليارا و365 مليونا و735 ألف ليرة لا غير. بعد الفاصل تتابعون. مصر تعدم عادل حبارة منفذ مذبحة رفح الثانية.
أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان. وقد تابعتم فيها بدو إجلاء مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم من شرق حلب، جلسة طارئة للجامعة العربية بشأن حلب، وبري يدعو إلى أقرار قانون عصري للانتخابات. في اليمن أعلن الجيش الوطني مقتل قياديين اثنين من ميليشيات الحوثي في جبهة حرب في غارة لطيران التحالف العربي، فيما قتل وجرح 23 في قصف مدفعي على مواقع الانقلابيين في حرب. المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي بخاصة 22/16 ثوابت الشرعية اليمنية التي تتمسك بها حلا سياسيا للأزمة. وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وخلال لقائه السفير البريطاني إدموند براون جدد حرص حكومته الدائم على السلام عبر الثوابت الثلاثة، وأشار إلى أن هذه المرجعيات أساسية وكفيلة بإنهاء الانقلاب في اليمن وعودة الأمن والاستقرار، وتشكل قاعدة صلبة للسلام الذي لا يحمل بذور حرب جديدة. من جهة أخرى، التقى وفد الانقلابيين الحوثيين في موسكو نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف خلال زيارة غير معلنة، حيث أعلن رئيس الوفد محمد عبد السلام أن اللقاء كان مهما ومثمرا. ميدانيا، تمكنت قوات الشرعية من تأمين طريق هيجة العبد الرابطة بين تعز ولحج وعدن وتطهير السلسلة الجبلية المطلة عليها، وذلك بعدما ظلت مقطوعة بأيدي ميليشيات الحوثي وصالح خلال الأشهر الثلاثة الماضية. من جهة أخرى، اندلعت معارك عنيفة وسمع دوي انفجارات كبيرة وقصف شنته ميليشيات الحوثي وصالح على مناطق في شرق تعز، هذا وتعرضت الأحياء السكنية وسط المدينة لقصف عنيف، فيما توسعت الاشتباكات إلى محيط تبت معسكر الدفاع الجوي شمال تعز، وذلك على أثر هجمات للميليشيات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في ظل قصف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وكان مواطنون عثروا على 11 جثة متحللة ومقطوعة الرؤوس في ضاحية عدن، حيث لا تزال تنشط مجموعات متطرفة. وذكرت الشرطة التي لم تحدد الجهة المشتبه فيها أن الجثث رميت في محمية الحصوة الطبيعية غرب عدن قبل أكثر من شهر. نفذت السلطات المصرية فجرا حكم الإعدام بحق عادل حبارة المداني مع آخرين بجرم قتل مجندين من الأمن المركزي في محافظة شمال سيناء عام 2013، ونقلت قوات الأمن حبارة إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الرئيس المصري على طلب وزير العدل بتنفيذ الحكم. وكانت محكمة النقد أيدت إعدام حبارة بعد اتهامه بقتل 25 مجندا في مذبحة رفح الثانية، وصدرت بحقها 4 أحكام بالإعدام شنقا في قضايا قتل ضباط ومجندين في عمليات إرهابية متنوعة والانضمام لتنظيم داعش والترويج لأعمال عنف. أفادت مصادر محلية ليبية بمقتل 9 عناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وجرح 13 في انفجار ألغام أرضية واشتباكات مسلحة مع مقاتلي مجلس ثوار بنغازي في محور منطقتي قنفودة وأبو أصنب شمال غربي بنغازي. وذكرت المصادر أن من بين القتلى قائدا ميدانيا يدعى عثمان الدغاري، مشيرة إلى أن الاشتباكات التي استمرت لساعات اندلعت على خلفية محاولة قوات حفتر التقدم باتجاه مواقع لمقاتلي المجلس في آخر معاقلهم غرب بنغازي. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. بعد انحسار سوزي، الجليد يقفل المدارس في المناطق الجبلية. أهلا بكم من جديد. في أحوال الطقس، أفادت مصلحة الأبحاث الزراعية أن هدوءا مؤقتا يصيب حركة المنخفض الجوي الذي فرضته العاصفة سوزي ليعود بفعالية أكبر غدا ويترافق مع أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع 1000 متر. إلى ذلك أدى تدني درجات الحرارة ليلا إلى تكون طبقة من الجليد على الطرقات ما تسبب بإقفال المدارس. استفاق أهالي معظم المناطق الجبلية والداخلية على تكون طبقات من الجليد بسبب تدني درجات الحرارة التي فرضتها العاصفة سوزي.
ففي عكار أدى تساقط الثلوج الكثيف وتشكل طبقات الجليد جراء انخفاض درجات الحرارة في منطقة الجرد وجبال أكروم إلى شلل تام في حركة المواطنين، فأقفلت المدارس وأبوابها. كما أفاد مركز الدفاع المدني في بزبينة أن طريق ممنع تاشع مقطوع نهائيا، كما قطع طريق عكار العتيق فنيدق حيث وصلت سماكة الثلج إلى 10 سنتيمترات. وطالب رؤساء اتحادات البلديات في كرة جبل أكروم والجرد والجومة وزارة الأشغال تكثيف عمل جرافاتها للمساعدة على فتح الطرقات وتوزيع كميات من الملح لرشه بغية إذابة الجليد العالق على المنعطفات الخطرة. وفي الضني تسبب تشكل طبقات الجليد على الطرقات بإغلاق جميع المدارس في بلدات وقرى المنطقة التي يزيد ارتفاعها على 800 متر بدءا من بلدة حقل العزيمة، إضافة إلى إغلاق دار المعلمين والمعلمات في بلدة السير. المشهد نفسه انسحب إلى بعلبك وبشري حيث سجل تشكل للجليد على الطرقات نتيجة تدني درجات الحرارة ليلا إلى 4 درجات تحت الصفر، ما ألزم معظم المدارس على إقفال أبوابها. أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قرارا قضى بتجميد قرارات منح الاستثناءات للشاحنات والصهاريج بالسير خارج الأوقات المحددة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لغاية 2/1/2017. كما أصدر المشنوق قرارا قضى بتعديل توقيت سير الشاحنات بحيث يمنع سيرها في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من 6:30 حتى 9 صباحا ومن 4 عصرا حتى 8 مساء، وذلك من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة ولغاية 2/1/2017. نظمت مفوضية الثقافة في الحزب التقدم الاشتراكي مؤتمرا بعنوان اللغة العربية وتحديات العصر برعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في قصر اليونسكو. الكلمة أكدت أن اللغة هي صلة الوصل والمظلة الجامعة لهوية الشعوب التي اكتسبت موقعا أساسيا في مكانة الحضارات على مر التاريخ. افتتاح معرض لوحات فنية وأعمال حرفية في قصر اليونسكو، ومحافظ بيروت يؤكد أنها تمثل نهضة فنية للعاصمة. في إطار المساعدات الاجتماعية والتعليمية والرمضانية التي تقدمها جمعية القبان الخيرية كل عام عبر نشاطات مختلفة، نظمت الجمعية في قصر اليونسكو ببيروت تحت رعاية محافظ العاصمة القاضي زياد شبيب معرضا يحتوي على أعمال فنية ورسوم تشكيلية تهدف إلى عرض اللوحات والمنتجات الفنية والثقافية وجمع التبرعات للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات مختلفة من القبان. حضر الافتتاح ممثل الرئيس سعد الحريري بشير عيتاني وممثل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري عدنان فكاني وممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ نادر الكردي، إضافة إلى حشد سياسي واجتماعي وثقافي وأعضاء من اتحاد العائلات البيروتية. بعد جولة في أرجاء المعرض أكد المحافظ شبيب أن هذه المعارض تمثل نهضة للعاصمة، مؤكدا دعمه للأعمال الفنية كافة والنشاطات المماثلة، ذاكرا أن هناك أفكارا متمثلة بتخصيص قاعة ضمن بلدية بيروت لاستقبال مثل تلك الأعمال كنوع من الدعم لأهل العاصمة. بدوره شكر رئيس جمعية القباني نور الدين قباني المحافظ شبيب لرعايته وحضوره المعرض، متمنيا أن تقوم العائلات البيروتية بنشاطات ثقافية وفنية مماثلة للحفاظ على الوجه الثقافي في عاصمة الثقافة. الأخبار الرياضية بعد الفاصل، وفيها تشيلسي يحقق فوزه العاشر على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. أهلا بكم من جديد وللأخبار الرياضية مع صبحة إبلاوي. مساء الخير مشاهدينا، نبلش الأخبار لليوم من كرة السلة اللبنانية، حيث عمق ميروبا الصاعد حديثا إلى دور الأضواء من جراح هوبس وألحق فيها الهزيمة الرابعة على التوالي بأربع مباريات ببداية هالموسم، وربح عليه بنتيجة 82-72 على ملعب هوبس، المعتمد هو ملعب الرئيس ميشيل المر. هالخسارة هي الرابعة بأربع مباريات للهوبس يلي وجد نفسه بقاعة ترتيب أمام ميروبا، وميروبا يلي صار رصيده فوزين وخسارتين وأصبح بموقف مريح نسبيا وأشرف على هوبس بهالمباراة مساعد المدرب محمد غزاوي بعد ما استغنى الفريق عن المدرب اليوناني بابا
وتألق بها الجيم كالفين كيج لميروبا وسجل 31 نقطة مع 4 اسيست و 4 ريباوندز، وأضاف أيضا روبرت أبشو 23 نقطة مع 9 ريباوندز، وفؤاد عناتي 11 نقطة. ومن جانب هوبس كان اللاعب علي مزهر الأفضل مع 32 نقطة و 8 اسيست، وأضاف أيضا الأمريكي داريوس جاريت 14 نقطة و 13 ريباوند. واليوم مشاهدينا بتصير الانتخابات المخصصة لرئاسة الاتحاد اللبناني لكرة السلة، حيث رح يكون في منافسة كتير شرسة ما بين لائحتين، الأولى مدعومة من بعض القوى السياسية وعلى رأسها الأستاذ أكرم الحلبي، واللائحة الثانية على رأسها رئيس الاتحاد السابق بيير كاخيا. ورح نتابع كمان بإنجلترا، حقق تشيلسي المتصدر فوزه العاشر على التوالي، ولكن بصعوبة كبيرة على ساندرلاند صاحب المركز الأخير 1-0 بالمرحلة 16 من الدوري الإنجليزي للفوتبول، وابتعد تشيلسي بالصدارة ورفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ليفربول وويست هام أيضا وأرسنال يلي كان خسر بافتتاح هالمرحلة. أما بالعودة للمباراة فيلي سجل الهدف لتشيلسي هو الإسباني سيسك فابريغاس، هدف الفوز كان بالدقيقة 40، وحقق تشيلسي بطل عام 2010 و2015، أفضل بداية له بالسنوات الأخيرة بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بموسمه الأول مع الفريق، وهي المرة الأولى اللي بحقق فيها تشيلسي 10 انتصارات متتالية على الأقل من نهاية موسم 2008-2009 وقت حقق 5 انتصارات متتالية، وأوائل موسم 2009-2010 وقت حقق 6 انتصارات متتالية، كما أن المرة الأولى اللي بحقق فيها بموسم واحد هالعدد من الانتصارات من موسم 2005-2006. وبتعود الخسارة الأخيرة لتشيلسي إلى 24 أيلول الماضي وقت خسر أمام أرسنال 3-0. وبإنجلترا أيضا استعاد ليفربول بدوره نغمة الفوز بعد ما خسر بشكل مفاجئ أمام بورموث 4-3 وتعادل مع وست هام بالمرحلتين السابقتين، فتغلب بسهولة على مضيفه مودلسبرو بنتيجة 3-0، وتغلب على مانشستر سيتي يلي فاز أيضا على ضيفه واتفورد بهدفين، وبالإضافة أيضا لهالشي رفع رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الرابع. كمان بالمرحلة 16 أبقى مانشستر يونايتد السادس الضغط على توتنهام بفوزه على مضيفه كريستال بالاس 2-1 ليبقى على مسافة 3 نقاط منه، وافتتح الفرنسي بول بوغبا التسجيل لمانشستر بالوقت الضائع من الشوط الأول، وعادل من بعد جيمس لكريستال بالاس بالدقيقة 66، لكن السويدي زلاتان إبراموفيتش أعطى الفوز لفريقه قبل نهاية المباراة بدقيقتين. كمان اليوم من شوي تأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة العالم للأندية باليابان بفوزه على كلوب أمريكا المكسيكي 2-0. هيدا كان كل شيء بالرياضة، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي ختام النشرة نذكركم بعناوينها: بدء إجلاء مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم من شرق حلب، جلسة طارئة للجامعة العربية بشأن حلب وتظاهرات تضامنية مع سكان المدينة المنكوبة. لا يجوز بأي اعتبار بإلزام اللبنانيين بالعودة إلى انتخابات 6 أجيال إلى الخلف. خلال إطلاق المتابعة الإلكترونية لنشاط المجلس النيابي، بري يدعو إلى إقرار قانون عصري للانتخابات على أساس الدوائر الموسعة والنسبية. وكان في الرياضة، الهوبس تلقى خسارته الرابعة أمام ميروبا، وانتخابات حامية لاتحاد كرة السلة اليوم. شكرا على المتابعة، في أمان الله. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي.